الناس ديال السيروطه والله سيدي لا حشومه عليكم الناس اللي كيسيدو السيروطه كيديروا صحاب العجيله هذوك اللي كيسيدو السيروطه الناس اصاحبي ما عندهمش اخلاق حشومه عليكم اصاحبي والله الا حشومه عليكم طلع السلام عليكم متتبعي قناة رحلة الصيد، مرحبا بكم في حلقة جديدة في القناة الجد متواضعة. هذا الفيديو هذا أو هذه الحلقة هذه غيكون عبارة على تحدي، غندخلو نبتو في ظروف صعبة جدا، ما نقدرش نعاود لكم على هذه الظروف هذه، لأن في البحر حكايات ما تقدرش تعاود عليها وما تقدرش ترويها، يمكن لك فقط تعيشها، وإن شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا ومن خلال هذا المقطع هذا غتعيشوا معايا هذه اللحظات وغتشوفوا كيفاش كتصعب الرؤية في الأعماق ديال البحر، وغتشوفونا وغتشوفوا الطريقة اللي غنصيدوا بها بعض الأسماك والأخطبوط، وفي نفس الوقت واحد الحاجة أثارت الاستغراب ديالو ما قدرش نفهمها وعندي عليها بزاف ديال التساؤلات. بعض أشباه الرجال أو أشباه الرياس اللي كيجيو البحر وكيصيدوا كيهزوا النفايات ديالهم كيلوحوهم في الماء، ما عرفت كيفاش كتفكروا وكيفاش بيتوا باقي ربي يسهل عليكم وكيفاش بغيتوا تشدوا الحوت. الناس اللي كيصيدوا بالبيلوطه تيهزوا القراعي ديال السردين كيدوا العشينه تيقادوها تيهزوا القراعي ديال السردين تيلوحوهم البحر. ونتمنى منكم تهزوا هذا الليان ديال هذا الفيديو هذا بارطاجيو بزاف ديال لي جروب وبزاف ديال لي بلاتفورم باش توصل الرساله لهاد اشباه الرجال اشباه الرياس اللي ما عندهم لا ضمير لا اخلاق اللي كيفكروا فقط في رئيسهم كيفكروا فقط باش يصيدوا الاسماك يجنيو بعض الدراهم اولا يتغداو عليهم ما عندناش مشكل حنايا في هاد الشيء هذا ولكن هاد الطريقه باش كيتعاملوا مع الطبيعه طريقه حقيره بزاف وطريقه غبيه بزاف. واش اصاحبي انت مني كصاحبي جيتي للبحر بغيتي تصيد الاسماك قديتي العجينه وزيدي القراعي حطيهم البحر علاش ما تجمعش داكشي في البلاستيك اللي جبتي معاك وترجعو معاك تلوحو في لابوبيل ولا ديو معاك لداركم ولا ما تهزكش وتلوحو في البحر راه بسببكم قرض الاسماك بسببكم حنا السبب حتى ولا الدمار ولا الخراب حنا السبب في هذه الحاله وفي هذا الشيء اللي كنعيشو في الكره الارضيه حنا السبب في هذا التلوث حنا السبب في انقراض الاسماك حنا السبب بزاف ديال الحوايج غتشوفوا من الاخبار ديال الاسماك غير في تعيش الاسماك صافي هاجوا ما بقاوش تعيشوا بزاف ديال التلوث بزاف ديال القرعية ديال المناظر ديال البرة ديال بزاف ديال الحوايج غتعيشوهم معنا من خلال المقطع هذا. Thank you.
معاك. Allez, ouais. والله سيدي لا حشومة عليكم الناس اللي كيصيدو في لوطا النفايات ديالكم حشومة عليكم اصاحبي راهو تا راهو اش كيديرو صحاب العشيرة بحال هادوك اللي كيصيدو في لوطا الناس اصاحبي ما عندهمش اخلاق حشومة عليكم اصاحبي والله الا حشومة طلع طلع والله الا عندكم لا اخلاق لا ضمير الخيار واو فياغرا هذا ملي كتصاوب فياغرا
صافا ضربنا. ما يسهلش الله صاحبي على هذا اللي تايلو في الطور. ها؟ السيف اخويا ما يقارض الحوت السيف. شوف الموفيد شوف. روح بعد. السيف ما يقارض الحوت. عرفتي علاش؟ الزبالة صاحبي النفاية عندنا حتى الناس ديال البيلوطو صاحبي قاد البيلوطو ولا القرعي الماء ومشى باقي بغي يصيد اش بيدي باقي تشد تشد. هادي هادشي هادا راه ماشي في عينها تا الدراري والله ما تشموش هلا فيها اش غنديرو حنا دابا لهاد النفايات هما كاين فين تلحق هادشي الزيت قراعي السرية شوما صح او العجينة بيروطا بيروطا يعني كدر بيروطا ولا حد دير البيروطا صاحبي ورجع معاك هذا الشيء ديالك فين داركم داركم الله يجعله بركة قدام محمد.